اليوم ثم برشا حديث على الدولة العميقة والدور نتاعها اليوم في الحكم وشنو التكتيكات نتاعها كيفاش تخدم شكون هي الدولة العميقة. كنت في الإدارة التونسية، كنت في إحدى الوزارات مع وزير سابق ومن الثورة واللي قبل الثورة، قبل الثورة وبعد الثورة شوية. خدمت في نظام بن علي طبعا. يشملك الصلح الجزائي ملايين. كنت مع أحد رجالات الدولة وتشرفت بالعمل معه الحقيقة. أعطينا الاسم. سي وما أدراك. حقيقة سمعت وراه، شفت السماعة هو يعني الرجل هذا يعني عنده سمعة غريبة عجيب مع اللي يحبوه ومع اللي ما يحبوه بالضبط، ويحكوا على خصاله في العمل، نحكيوا على القيادة. راهو كان يحل مشاكل يعني بدون ما يرهق الإدارة وبدون ما يرهق الدولة وكذا. الصحة عمل فيها إنجازات السياحة والتجارة. السياحة زادة كمل في 2008-2009 سيما يهز تليفون الصباح يكلم عامل الجيش اليوم هاو سوم الجيش يعلق تليفون ساسايت لا يكلم متاع اللحم متاع الحليب هاو الأسواق ما عندهم شوية حق. الدولة العميقة تستعمل تكتيكات وتقنيات أولهم في المجال تاع الإعلام. إدوارد بارنية عمل كتاب اسمه بروباغانداس، البروباغاندية هذه البروباغاندية كي تقرأ تفهم أنا تفهم اللي عايشين برشا بدون عايشين تونس. كانت في الفترة قبل الثورة على سبيل المثال كانت تسير والسيطرة بالإكراه، أنا نجبرك بالقوات تحمل السلاح، أنا نجبرك باش تعمل شيء ما. بعد الثورة تولي ولات الإعلام تولي عن طريق الإعلام تولي السيطرة بالقبول. هذا موجود في الكتاب، فهمت كيفاه موجود في الفلسفة نتاعو، السيطرة بالقبول معناها أنت تقبل شيء ما نحبوا عليه باش بالمتركاش. ياك شفت فلان بي فلان بي فلان بي فلان علي فلان بي فلان علي يخرج تشوف تحكي مع جيرانك تحكي مع اصدقائك نتاعك، الجهه الفلانيه خايبه، المسؤول السياسي الفلاني بيه وعليه يلصقوا له حاجات اللي تقالت في وسائل الاعلام. فهمتني؟ فما عباد لازم نعرفوا وسيله الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه تخرج عليك بريان، يعني اللي تقال فيه رئيسي ياخذوه بور دو لارجون كونتون، معناها هذاك هو يصدقوه. فهمت كيفاه؟ فقط يصدقوا. هو توظيف الاعلام بالنسبه لهم هما في اكبر واول حاجه. اكبر واول حاجه انا نفكرك في معناها المرشح بتاع الدوله العميقه السابق، واحد المرشحين اكلي يقول معناها باش نغيرها بجرد قلم. فهمتني؟ واحنا لاحظناه قلنا لا، قلنا تونس تطلب برشا خدمه مش بجرد قلم. هذاك من بين هذاك تلقاه اليوم في الراديو هذايا، غدوه في العشيه في التلفزه هذيا، من غدوه في المجله هذه. هذيك معناها دوله عميقه تسخر الطاقه نتاعها باش تحط واحد باش تطبق عليه. شنو تطبق عليه معناها قيس سعيد مش منتوج من انتاجات الدوله العميقه؟ شوف فما التكنيك تاع الماركتينغ، انا باش نجاوبك. التكنيك تاع الماركتينغ هي كيفاش معناها تمدك توريك الضروره نتاع الشيء هذاك. مثلا النهضه والاسلاميين بيهم عليهم بيهم عليهم بيهم عليهم، فما ضروره نتاع موضوع الماء مدهولك، وبعدك تجيب لك الحل. فهمت كيفاه؟ تجيب لك الحل معناها في المرحله الثانيه تجيب لك الحل، والمرحله الثالثه تعمل لك متركاج على الحل. هذا في بيع المنتوجات، معناها بيع المنتوجات. اسمع انت راسك يوجع فيك، هو هذا معناها هذه حاجه معناها لازمه من الانسان. الناس كل تعرض للوجيعة تاع الراس. الاثنين يمد لك الحربوشه اللي هي معناها هي باش تعمل الابداعات. ثلاثه ما تركاش. هذا التكنيك نتاع ماركتينغ نتاع بيع المنتوجات يطبقوا فيه على الاشخاص. فهمت كيفاه؟ في مرحله من المراحل انا قلت لك معناها الرئيس الحالي تم دفعه، هم باش يضربوك، هم يحبوا يعملوا لك، هم يحبوا يسويوا لك، هم يدنيوا لك. فما حتى تقارير خرجت وقتها اللي معناها تستهدف فيه. فما اجتماع تعدى في التلفزه اللي وقتها يغزر وزير الداخليه اللي فما جاي موضوع نتاع استهداف وزير الداخليه باهت بينهم. بعد ما يبدو رئيس الديوان نتاعو حطته الموضوع هذاك ما جاش من وزاره الداخليه، حيث فما دفع من عديد من الجهات باش يهزك الى موقف معين. فهمت كيفاه؟ فما الناس ما تفيقش، راه معناها الناس تدفع ما تفيقش. المهم اليوم انا باش فما فيديو معناها نعطيها لكم نعطيها للساده المتابعين. معناها شخص باش يقدموه على اساس هو البديل نتاع قيس سعيد، لكن بطريقه معناها بصراحه مزريه. معناها تشوف الفيديو، معناها انت بتقدم رئيس جمهوريه مستقبلي راهو باش ينقص لنا سوم تاع الدجاج. معناها بصراحه
والكلام اللي قاله شاب معناها انسان صغير المفروض يطمح من حاجه تهم المجتمع بالقداش. شو احنا نجيبوا رئيس جمهوريه باش نقص معناها سمعه الدجاج احنا جواع. احنا عندك سي محمد هذا الكلام هذا معناها بصراحه فما حاجات معناها تقلق. لكن يبقى هذه التكنيك نتاع الدوله العميقه هو كلام كنا كيقول واحد مهرج معناها احنا مستانسين به مضحك معناها ما يسالش معناها يتعدى. اما يقولوا شاب معناها مثقف وكذا بصراحه معناها وجعتني يعني.